عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو باش يوصلكم الجديد ديالنا. السلام عليكم. الوصفه اليوم هي حلوه بالبسكويت سهله وسريعه وبدون فرن. القدر ديالها 80 غرام بسكويت مطحون، علبه واحده اللي فيها 200 غرام، نصف علبه الحليب المركز المحلى نستلي اللي هو كراميل، ويمكن التحضير ديالو ايضا في البيت. غنخلي لكم وصفه تحضير الكراميل اسفل الفيديو. و100 غرام القرقاع او اللوز او اي مكسرات كتبغيوها تكون مطحونه او المهربجه. كنبداو اولا كنضيفوا القرقاع على الكراميل ديالنا، بعد كنزيدوا البسكويت شويه بشويه، وكنبداو نخلطوا نجمعوا الخليط ديالنا باش حتى يتجانس المكونات كامله. بالنسبه للبسكويت تقدروا تستعملوا اي نوع، ما كاينش زعما شي نوع محدد ولا مفروض، والمكسرات كذلك حاجه اللي كتبغيوها. وتقدروا ايضا تستغناو على المكسرات، تستعملوا غير البسكوي فقط هو ونسلي، حتى هي كتجي مزيانه. الخليط ديالنا بعد ما جمعناه خصو يجي بهذا الشكل هذا اللي نقدروا نتحكموا به ونعملوا به الاشكال اللي بغينا. كنمروا الان لمرحله تشكيل الحلوى ديالنا. انا استعملت هاد القوالب السيليكون اللي هما كيجيو باشكال جميله وكيجيبوا الحلوى على شكل واحد ومتساويه. طبعا اللي ما عندوش هاد القوالب يقدر يستعمل فقط يكور بيده ولا اي شكل بغاها. بعد ما كملنا الحلوى ديالنا عملناها في السيليكون، الان كنخرجوها من السيليكون كما كتشوفوا بهذه السهوله. هو كيسهل في الحقيقه وكيخليك تجرب اكثر في الوقت، يجيب لك شكل واحد كما كتشوفوا. كنخرجوهم بواحد السهوله ما كنسكو ما والو. الشكل النهائي للحلوى ديالنا بعد ما وجدت سهله وسريعه جدا. انا زينت هنا بنقطه الشوكولاته البيضاء، التزيين كيبقى حسب الرغبه. كنتمنى تجربوها بصحه وراحه.